برحب بحضراتكم معانا مرة تانية. مفيش أصدق من لغة الأرقام. لما يكون في مشاكل أو مواضيع بدل ما تتكلم فيها في العموم كده، لما تتكلم عن أرقام ونسب بيبقى الكلام أصدق، وبتبقى فاهم بالظبط المشكلة فين ومدى التطور أو الاختلاف اللي بيحصل في التنفيذ والتعامل معها. احنا اخترنا النهاردة واحنا بعد ساعات بنودع 2017 وداخلين على 2018، ان شاء الله تكون يعني سنة سعيدة على حضراتكم، نشوف السنة دي ازاي المصريين شايفينها، بحلوها بمرها بمشاكلها بالمشهد السياسي والاقتصادي بكل حاجة. والحقيقة دايما بنستعين بمركز بصيرة لانه فاهم كويس قوي احنا محتاجين ايه ومشاكلنا عاملة ازاي، ويسأل المواطن السؤال اللي يعني رايح على الهدف على طول. استطلاعات رأي بتحصل بشكل دوري وبشكل شهري، خليني أكون دقيقة. بيختاروا كل مرة عنوان ليه علاقة بمشاكلنا وبهمومنا كمصريين. المفترض أن استطلاعات الرأي دي مهمة جدا لصانع القرار علشان تبصروا على رأي اسم كده المركز، وهو بياخد قراره أو شايف الوضع إزاي في الشارع. معانا دكتور ماجد النهاردة علشان نفهم إزاي تعامل الرأي العام مع مختلف المستجدات، مع اللي بيحصل من الحكومة من مجلس النواب، أهم القضايا. يعني هنحاول نعدي على كل حاجة لو أسعى في الوقت إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة. مرحبا بحضرتك على الشاشة مرة أخرى. ربنا يخليك يا دكتور ماجد، مرسي لحضرتك. دكتور ماجد، المصريون من 2017 ل 2018، ده العنوان بتفاصيل كتيرة، ويمكن أول صفحة مش عارف أسوأ حاجة بس نتعامل معاها، لأن احنا لسه كنا بنتكلم عن الإرهاب. طب خلاص ده حلي بالحلو في الآخر. الإرهاب. الإرهاب، التفجيرات الإرهابية واخدة طبعا طبيعة الحال النسبة الأكبر. فند لنا كده الموضوع وبالنسبة للتحديات اللي بيتعامل معها المواطن المصري. هو الاستطلاع ده هو استطلاع أجريناه في شهر ديسمبر، وكنا بنسأل المواطن على مجمل سنة 2017. لما سألناه عن أسوأ حاجة حصلت في مصر في خلال 2017، كان التفجيرات الإرهابية هي اللي على أكيد من وجهة نظر المواطن المصري هي أسوأ حاجة حدثت. طبعا أنا عايز أقول إن احنا بنعمله في ديسمبر، فبيبقى برضو متأثر بالأحداث اللي حدثت في آخر شهر أو شهرين، يمكن ما بفتكرش كل حاجة في السنة. احنا عندنا طبعا يمكن حادثتين كبار حصلوا، ودول يمكن جعلوا الإرهاب هو أكتر حاجة المواطن يذكرها. وكانت 60% قالوا أن أسوأ حاجة حصلت في مصر في 2017 هي الحوادث الإرهابية. الحاجة الثانية بعد الحوادث الإرهابية كانت ارتفاع الأسعار، والحاجة الثالثة كانت قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. دول أهم ثلاث حاجات يعني ظهروا في رأي المواطن. بس هنا اللي بعض اللي عارف حضرتك إن في نبرة كده يقول لك إنه الإرهاب ده فزاعة، وهل المواطن المصري على علم ووعي بخطورة المؤامرة، ولا الهم الاقتصادي وارتفاع الأسعار هو الغالب؟ هنا بالأرقام 60% الخطر أو أسوأ حاجة الإرهاب، و 17% ارتفاع الأسعار. بالظبط. يعني فرق طبعا كبير قوي. عايز اقوله انه اعتقد ان المواطن المصري مدرك لخطوره الارهاب وتاثيره على الاقتصاد المصري، تاثيره على امن المواطن. وعايز اقول مثلا انه ما حدث في الاسبوع الاخير من زياره رئيس وزراء تركيا للسودان، والكلام على قاعده تركيه في السودان، وفي قاعده قبل كده في الصومال، يعني كل ده طبعا يجعل احساس بانه في شيء ما بيجري ضد مصر. في يعني من الجنوب كمان، واحنا كان عمرنا ما بيجي لنا تهديد من الجنوب. فاعتقد المواطن المصري واعي جدا لهذه النقطه. اعتقد الصراعات الاقليميه واضحه في ذهن المواطن المصري. وانا يمكن بدلل بكده على استطلاع راي اخر كنا بنعمله بشكل دوري عن راي المواطن المصري في الدول المختلفه، وهل بيعتبر هذه الدول دول صديقه ام عدوه. وكان عادة هذه الاستطلاعات اللي بدأت في 2007 في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كان دايما بتظهر الدول العربية كلها في الشريحة الأولى كدول صديقة. اللي أجريناه في هذه السنة أظهر أن قطر تراجعت إلى صنفت على أنها دولة عدوة جدا.
فخرجت من المجموعه الاولى بتاعه الدول الصديقه وتراجعت الى الدول العدوه جدا. وبالترتيب قطر، تركيا، ايران. قطر قبليها تركيا مباشره وقبليها ايران. فدول الثلاث دول اللي تقليديا كان المصريين ما بينظرولهمش باي قدر من الشك او العداء، دلوقتي بينظرولهم بشكل عدائي. وطبعا في ظواهر في المنطقه بتؤيد هذا. طبعا سنه 2017 شهدت تحول كبير في العلاقات العربيه، لا سيما العلاقات داخل مجلس التعاون الخليجي، لكن كمان العلاقات كثيره يعني بين مصر وبين دوله زي قطر او زي تركيا. ظهر فيها بعض يعني الملابسات اللي بتشعر المواطن المصري بانه الوضع فعلا. طيب لو ارجع في الملف الارهاب، مهم برضو تطرقت لمساله التعامل الامني، الملف الامني، يمكن ده كان واضح في كل استطلاع راي انه تقييم لاداء الامن، الاستقرار، الاوضاع بشكل عام. ده اتكلمتوا فيه؟ يعني عايز افرق ما بين احساس المواطن بالامن وان في حوادث ارهابيه بتحدث. طبعا الحوادث الارهابيه مش بالضروره انها بتمس كل انسان، لانها يمكن جغرافيا بتبقى مش في نفس المنطقة اللي هو عايش فيها، لكن إجمالا المصريين بيشعروا إن في تحسن في الأمن العام بصفة عامة. يعني مقارنة مثلا بخمس سنين فاتت، مؤكد إنه كل سنة في الشغل بتاعنا على مدى الخمس سنين اللي فاتوا الإحساس بالأمن بيزداد. مفهوم. لكن طبعا القضايا الإرهابية المواطن بينظر لها نظرة أخرى، لأنها ما هياش أمن داخلي، هي أمن شوية مرتبط بتدخلات خارجية. لكن إنه في تقصير أمني، إنه الأمن مش شغال كويس، يمكن دي برضو كانت دعوة، برغم إن بنشوف عمليات إرهابية في كل الدول العالم، ويبقى يعني الأمن على أفضل ما يرام، لكن برضو ما ينفعش إن أنت تحتاط من عملية إرهابية. وطبعا مفهوم إن دولة زي مصر بالتزاحم الموجود فيها، بالانتشار الجغرافي، بالمناطق اللي هي مش كلها مخططة ومش كلها منظمة ومفيش كاميرات في كل حتة في كل بقعة في أرض مصر طبعا. فطبعا ممكن تحدث أي حاجة، يعني دي حاجة وزي ما حضرتك قلتينه بتحدث في دول كثيرة. هذا ليس بالضرورة تقصير أمني. طبعا التحديد هل هو تقصير أمني ولا لا، ده مهمة الجهات الأمنية يعني، لكن المواطن ربما مش هيقدر ان هو يحكم على حاجه زي كده. طيب خلينا نسمع دكتور مجد، استاذنك راي الناس في الشارع، عينا كده نشوف برضه هم شايفين ازاي، نرجع بقى للوضع الاقتصادي والخدمات اللي بتتقدم للمواطن المصري، تقييمهم للملف ده ازاي من خلال بعض الاراء اللي هنتابعها مع حضراتكم. فكرة التابلت في المدارس دي حاجة كويسة. الصحة، قانون التأمين الصحي الجديد ده حاجة كويسة هتفيد الكل. الطفرة الكبيرة اللي حصلت في فيروس سي وقانون التأمين الصحي الجديد ده أنا بعتبرها طفرة كبيرة يعني. التعليم زي ما هو حقيقي ما تغيرش. بالنسبة للتعليم أنا بعتبر التعليم يعني كويس الحمد لله، ما فيش مشاكل فيه يعني، وفي يعني رقابة برضو في المدارس. التومين كويس حضرتك، وانا كنت انا واحد من الناس معايا بتوع التومين وباخد توميني عادي و100 فل و10، بس انا عايز حضرتك الحكومة تهتم بينا شوية مش اكتر. اهم مشكلة اللي هي بتواجه الشعب فعلا ولسه ما اتعدلتش التعليم. الغلاء الغلاء، ونقعد نقولها ونحط تحتها 30 نقطة. تعليم وصحة وتموين، دي ملفات مهمة جدا. أداء الحكومة فيها وفقا للمؤشرات والأرقام إيه؟ يعني عايز أقول إنه قضية التعليم هي قضية طويلة الأجل، طويلة الأجل يعني. ما نتوقعش إنه التغير اللي هيحدث في السياسات النهاردة هينعكس على الواقع في خلال أشهر، ده طبعا شيء مستحيل. الحقيقة أنا بعتقد إن إحنا في مرحلة أيضا 2017 شهدت تحول كبير في رؤية الدولة للتعليم. أعتقد الوزير دكتور طارق شوقي له رؤية مختلفة عن كل وزراء السابقين، وفعلا خارج الصندوق في جوانب كثيرة. أعتقد وجود سياسات جديدة وتدخلات مختلفة عما شاهدناه في الماضي ربما يكون هو ده فاتحة الخير للتعليم. لكن لازم الناس يعني تفهم أنه المردود بتاع التعليم عالي جدا، لكن مش هيحدث فجأة يعني. هيحدث على محتاج وقت. خدي بال حضرتك ان مثلا وزارة التربية والتعليم فيها 1.2 مليون مدرس.
يعني هذا الوزير بيدير دولة تقريبا. لا، والميزانية الأكبر رايحة لأجور ومرتبات. والحقيقة الميزانية كمان احنا يعني لازم، إذا كنا يعني جادين في موضوع التعليم لازم يعطى أولوية على الملفات الأخرى. اللي أنا بشوفه يعني وشاهدته في أكتر من موقف سابق، إنه ممكن كل الناس بتكلم على الاهتمام بالتعليم، لكن عندما تأتي الموازنة ويتم توزيعها الأمور لا تختلف كثيرا. فهو لازم إنه الاهتمام ده يترجم إلى برامج فعلية، فبالتالي لازم نمكن الوزارة من أنها تنفذ برامج. طيب، وأنا كده برضو بشوف في 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 الورق أمان المصريين في 2017-2018 الولاد يتعلموا كويس. يعني دي بقت أهم حاجة طبعا طبعاً الحال. يعني أنا عايز أقول مثلا أنه المصريين بصفة عامة مهتمين جدا بالتعليم. لكن التعليم هو إيه؟ هل هو التعلم ولا هو الحصول على شهادة؟ في الغالب ناس كتير بتتصور ان هو لو الطفل عدى في المدرسه ونجح وتفوق يبقى خلاص يبقى اتعلم. وطبعا ما يعني بنعذرهم ان هم يعني بياخدوا المفهوم البسيط للتعليم. لكن هو بقى المهم ان احنا نربط ما بين اجتياز الامتحانات والتعلم الحقيقي. صحيح. لانه من غير تعلم حقيقي اجتياز الامتحانات ملوش قيمه كبيره. طب الملف الصحي. أيوه. الانجاز اللي حصل من ايام اللي هو قانون التامين الصحي الشامل، ويمكن سمعنا لبعض الاراء برضو بتقول كده، فالملف الصحي بشكل عام ازاي تم التعامل معاه من خلال يعني انا اعتقد مرور قانون التامين الصحي شيء ايجابي. لكن ايضا توفير الموارد له هي يعني هو المحك. لانه ولازم نبقى عارفين برضو انه التامين الصحي في العالم كله، في حتى في دول غنيه جدا بيواجه مشاكل تمويل. فتمويل التامين الصحي اهم من صدور قانون. طبعا صدور قانون هو الخطوة الضرورية، البداية على الطريق السليم عشان تنظم الأمور، لكن هو المهم إن احنا نوفر له تمويل. طيب. أنا شفت مثلا إنه في ضرائب إضافية أضيفت على السجاير مثلا. ودي هتنوي. هو ده التحدي، التمويل علشان الاستمرارية. ونبدأ من قصة التموين، قصة الأسعار طبعا وارتفاع الأسعار كانت أسوأ حاجة حصلت في مصر في 2017، جاية زي ما قلنا في المركز الثاني. لكن لما روح لأفضل حاجة حصلت برضو الأسعار جاية نمرة واحد، تخفيض الأسعار بنسبة 30%. الأمنيات. الأمنيات دي مش يعني ايش، دي يمكن فيها خطأ في العنوان، دي مفروض أمنيات. مكتوب أفضل حاجة حصلت في مصر. لا، هي مفروض أمنيات الناس إنها تشوف الأسعار بتنخفض. وبعدها فرص العمل. وبعدها فرص وتحسين العمل. مستوى المعيشة. أربعة، الترشح لفترة رئاسية أخرى للرئيس عبد الفتاح السيسي. دي تمنيات ناس. أي مفهوم. ثلاثة، سن قانون للقضاء على الإرهاب. ده صحيح. ده بالترتيب. ده صحيح. ده صحيح. يعني أنا عايز أقول إنه القضية يعني الجوانب الاقتصادية طبعًا جوانب حاكمة. هذه السنة أيضا يعني شافت في بدايتها تطبيق خطوات ربما تكون مؤلمة للمواطن فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، كانت لازم تتعمل وهتؤتي ثمارها في الأجل الطويل. لكن لازم ناخد بالنا من أنه في بعض الناس طبعا متأثرة بهذه السياسات، ضغط عليها بضغط كبير. إزاي بقى نقدر نساند الناس في أن هم يعني يتواكبوا مع هذه المتغيرات الاقتصادية مع بتاعة الإصلاح الاقتصادي؟ هي دي ده التحدي الكبير. أعتقد أنه قضية الأسعار مش هتحتاج حل، لكن قضية الإنتاجية هي لازم نهتم بيها. يعني أنا بعتقد أنه إذا مصر أنتجت أكتر من كده، وهي قادرة أنها تنتج أكتر من كده لو الناس اشتغلوا أكتر، لو القطاع الخاص أعطى حرية أكبر في أنه هو في العمل وفي النمو وفي خلق فرص العمل، الاقتصاد نفسه هيكبر، هندفع الناس هتدفع ضرائب أكتر، هتدخل خزينة الدولة فلوس أكتر، هتقدر إنها الأمور، والناس لو كسبت أكتر هتقدر تتحمل ارتفاع الأسعار. لكن لو ما كسبتش أكتر والأسعار ارتفعت بتبقى طبعًا في موضع صعب. هي ليست مسألة الأسعار في حد ذاتها، ولكن هو التوازن بين الدخل والأسعار. فإذا حصل هذا التوازن من ناحية زيادة الدخل، أعتقد الناس هتشعر بارتياح أكتر. لكن ده يتطلب حزمة متكاملة من السياسات، من ضمنها تشجيع القطاع الخاص، من ضمنها خلق فرص عمل أكتر إلى آخره. طب هنا بقى اروح ل يعني مدى رضا المواطن عن اداء الحكومه. شوفي حضرتك، هو احنا بنسال ثلاث حاجات، بنسال الموافقه على اداء الرئيس، والرضا عن اداء رئيس الوزراء، والرضا عن اداء مجلس النواب. احنا بنسالش طبعا عن كل وزير، لانه مش بالضروره كل الناس تبقى عارفه
الملفات بتاعت كل وزاره، لانه في وزارات خدمات فطبعا الناس تبقى عارفه عنها فكره، ما تقول لك الحكومه لكن بيعتبر انه رئيس الوزراء هو مجمل الحكومه. طبعا النتائج اللي احنا شفناها على مدى هذه السنه واحنا بنعمل هذا الاستطلاع شهريا، انه بالنسبه للرئيس حصل انخفاض بسيط في الاول ثم فضل ثابت. وثبات الرئيس على الرغم من انه الناس يعني طبعا متضايقه من الوضع الاقتصادي، لكن ده له مبررات. مبرراته انه الرئيس بينظر اليه على ان هو الرمز بتاع الدوله، هو تماسك الدوله واستمرارها مرتبط بشخصيه الرئيس وبقوته. لكن ايضا كمان الناس شايفه ما يحدث في المنطقه المحيطه بنا الاقليم، وشايفه الوضع في مصر حتى اذا كان في صعوبات اقتصاديه لكنه افضل منه يحصل لا قدر الله انهيار زي اللي حصل في دول اخرى. طيب. فيما يتعلق بالوزاره ومجلس النواب طبعا الرضا اقل كثيرا، احنا بنتكلم على تقريبا اقل من التلت هم فقط اللي راضيين عن الحكومه باجمالها وعلى مجلس النواب. اعتقد مجلس النواب ربما يعني يمكن في العام القادم لا يعني تاني مين اللي قال، الحكومه ولا مجلس النواب؟ الاثنين قريبين من بعض، في حوالي التلت فقط هو اللي راضي عن التلت فقط. اعتقد مجلس النواب محتاج ان هو يعمل يمكن يعني اعاده نظر في التواصل مع الاعلام ومع الجماهير. الصوره الذهنيه اللي ترسخت في ذهن المواطن المصري ما كانتش ايجابيه قوي، يعني نقول لهم يذيعوا المباريات بتاعتهم على الهواء. مش عارفه ليه متحفظين حصريا. والله انا هقول لحضرتك حاجه، هو احنا طبعا برضو عشان ابقى واضح، احنا لمسنا فرق ما بين الحضر والريف. يعني سكان الريف بينظروا للبرلمان نظرة أفضل شوية من سكان الحضر، وده ربما يكون بطبيعة عضو مجلس النواب النائب عندهم بينزل وبيجامل الحضر مش مبقاش ظاهر قوي. لكن بصفة عامة النسبة منخفضة منخفضة. لكن ما سألتوش في أي ملف في أي وزير يعني برضو، يعني احنا مسألش على الوزراء لأنه ممكن نسأل على الملفات، فبالتالي احنا نستنتج مين هم الوزراء. احنا سالنا على الملفات، احنا سالنا على 29 ملف مش مرتبطين بوزراء او بوزارات لكن مرتبطين بموضوعات، يعني مثلا زي موضوعات الكهرباء، زي موضوعات التعليم، زي موضوعات الصحه، زي موضوعات الامن. اكتر خدمه بقى او اكتر ملف هم شايفين ان في تقدم فيه؟ اللي فيه تقدم اعتقد الاحساس بالامن كان جيد. تمام. العلاقات الخارجيه او السياسه الخارجيه كانت جايه رقم واحد، يعني اكتر حاجه الناس شايفه انها فيها اعتقد التحرك الخارجي والزيارات الخارجيه وبتاع الى حد ما يعني مرحب بها. يبقى في سياسه المتمر. مصر الخارجيه دي نمره واحد. مصر الخارجيه رقم اثنين الامن. رقم ثلاثه كان التموين، كان في رضا ايضا عنه. الطرق والكباري كان في احساس بانه في حاجه بتحصل فيها. يجي بعد كده بقى الملفات الاخرى، مثلا الكهرباء كانت دائما بتيجي رقم واحد. لكن الحقيقه عايز اقول برضو انه هي ليه كانت بتيجي رقم واحد؟ لانها تحسنت تحسن كبير قوي، ما كناش فيه خالص، وبعدين فجاه الدنيا نورت بالظبط. لكن السنه دي طبعا الارتفاع بتاع الاسعار بتاع الكهرباء ربما اشعر المواطن شويه بانه يعني بيدفع اكتر من ما كان بيدفع السنه اللي فاتت. والخدمه كانت كويسه السنه اللي فاتت وكويسه السنه دي، فهو مش يعني مش فارقه دلوقتي. بص بقى انا بدفع قد ايه، بيدفع قد ايه بالظبط. فيعني هنا برضو ده مش معناه انه قطاع الكهرباء فيه تقصير، لكن معناه انه المواطن بينظر للخدمه والدخل مع بعض، فالموازنه بينهم مهمه. طيب في حاجه عن القرار او الحاجه اللي نفسك الرئيس يعملها لك في 2018؟ ده صحيح. الحاجه اللي كانت مطلوبه هي طبعا قضيه الاسعار والبطاله. قضيه الاسعار مرتبطه بمستوى المعيشه، واحنا يمكن اتكلمنا عن الموضوع ده، فبالتالي المصريين عايزين يشوفوا تحسن شويه في اما في انخفاض الاسعار او في تحسن مستوى المعيشه بصفه عامه. اعتقد ده تحدي كبير بالنسبه للسنه القادمه. في طبعا يعني بعض الحاجات اللي بتعطي امل زي مثلا الغاز، انتاج يعني بدا انتاج حقل بتاع الظهر بتاع الغاز. ربما يكون في حاجات اخرى هتحدث في العام القادم، نتمنى يعني نشوف اخبار سعيده. لكن بتظل برضو الاليه بتاعه الانتاج وعوده الانتاج وعوده وقدره الاقتصاد على خلق فرص العمل هي المحك الرئيسي الحقيقي. عشان هذه الامنيات يعني تتحول الى واقع. انا شايفه هنا برضو الكوره كانت دايما في الصداره. ده صحيح.
في واحد من استطلاعات الراي، لا انا شايفاه نمره بس على الاهلي، ده على الاهلي الاهلي بطوله افريقيا ده في الاخر. لا هو في استطلاع راي على موضوع الكوره يعني مؤكد ان وصول مصر لكاس العالم ده طبعا اسعد ناس كتير جدا، لا سيما ان هو جه بعد فتره طويله من الانتظار والناس فضلت حبسة انفاسها لغايه اخر لحظه لغايه لما ده، فاعتقد ده اسعد المصريين. لكن عايز اقول كمان انه ملف الرياضه بصفه عامه في مصر هذا العام، وان كان ما يمكن الناس ما بتتكلمش عنه كتير، لكن انا بعتقد ان في عدد من الانجازات الرياضيه اللي حدثت ربما لم تحدث من قبل بهذه الكثافه في سنه واحده. انا بتكلم على كمان الالعاب الفرديه اللي اخذنا فيها جوائز، السكواش، يعني في كذا حاجه حدث فيها انجازات، لكن كمان اعاده هيكله الرياضه والحوكمه بتاعتها من خلال اللائحه الجديده وانتخابات النوادي، وشفنا الاقبال الشديد اللي حصل في كثير من النوادي على الانتخابات اللي حدثت واخذت يعني زخم اعلامي كبير، وناس اتكلمت على الدعايه والاعلان الى اخره، يعني الموضوع كان. فاعتقد برضو ما الرياضه بصفه عامه والكوره بصفه خاصه كان لهم مدى خاص في سنه 2017. طيب لسه هنكمل ايه اللي حصل في 2017 ونتمنى ايه في 2018 مع دكتور ماجد عثمان بعد الفاصل ان شاء الله. أرحب بحضراتكم معنا مرة تانية، بجدد تحياتي للدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة. أرحب بك دكتور ماجد. وأهم رقم أو أهم إحصائية في 2017 كانت إيه؟ يعني أنا من وجهة نظري أنه 2017 شاهد حدث معلوماتي مهم جدا، وهو التعداد السكاني. التعداد السكاني زي ما حضراتكم عارفين بيجرى كل 10 سنوات، والتعداد ظهر نتائجه في سبتمبر الماضي. الرقم المهم جدا في التعداد هو الزيادة السكانية الضخمة جدا اللي تم توثيقها من خلال التعداد، وبتؤكد طبعا شواهد كثيرة كنا بنتكلم عنها قبل كده. فاحنا بنتكلم على زيادة سكانية أعلى كتير من يعني التعداد بتعمل كل 10 سنوات، فلو أخذنا العشر سنوات الأخيرة مقارنة بالعشرات 10 سنوات اللي قبليهم، فالزيادة كنسبة أعلى كتير. وده طبعا خطر كبير جدا على مصر، لانه احنا مش قادرين نستفيد من الزياده السكانيه دي في التعليم، لان التعليم مثقل وما عندناش موارد، فبالتالي لازم على الاقل في الاجل المتوسط يحصل تخفيض في عدد المواليد. احنا عدد المواليد حاليا 2.6 مليون مولود سنويا. الرقم ده مثلا من عده سنوات كان اقل من 2 مليون، فاحنا يعني عملنا طفره كبيره جدا في عدد المواليد. انا بتخوف جدا على التعليم في الفتره القادمه، مش بقى من ناحيه تحسين الجوده بتاع، من ناحيه الاتاحه، لانه المدارس مش مهيئه لهذه الاعداد، وفي مناطق كثيره في مصر ما فيهاش اراضي عشان نعمل عليها مدارس جديده اذا توفرت الموارد لها. فالرقم بتاع السكان رقم يعني يدعو للقلق. الرقم الثاني المهم جدا في التعداد هو الاميه. الأمية أيضا في العشر سنوات الماضية، وطبعا مصر كانت مرت يعني بظروف يمكن مش مستقرة قوي في العشر سنوات الماضية، فالأمية أيضا ما حصلش نفس التحسن اللي كان بيحدث في العقود الماضية. فإحنا كنا كل عشر سنوات الأمية إجمالا بتنزل 10%، العشر سنوات اللي فاتت نزلت 5% بس. ده معناه ان احنا مش هنقدر نقضي على الاميه لو مشينا بنفس المعدل ده الا بعد 50 سنه. طب ما هو في حاجه، ودي هنا دي بقى نقطه مهمه جدا لازم ننظر لها، بحيث ان احنا ايضا نعمل تدخل في الاميه سريع. ايوه احنا بقى ده اللي انا عايز اتكلم فيه، احنا اللي هو مين؟ يعني هل كل المشاكل بنقول سواء زياده سكان او اميه الحكومه بس؟ يعني بنقول لك في ثقافه مجتمعيه وفي وعي، فهل من خلال بحوثكم بنتكلم مع الناس انه انت واعي بخطوره المشكله؟ تنظيم الاسره دي شايفها ازاي؟ وشايفها اولويه ولا لا انا اخلف والحكومه تشيل؟ يعني انا هقول لحضرتك حاجه، طبعا قضيه السكان هي قضيه مجتمعيه بالدرجه الاولى، يعني لازم كله يشترك فيها. دور الحكومه ايه؟ دور الحكومه انها توفر وسائل منع الحمل لمن يريد ان يستخدمها. يعني ما ينفعش انه سيده مثلا في كفر او في قريه تروح وحده صحيه وما تلاقيش الخدمه، او ما يبقاش بتقدم لها خدمه استشارات بحيث ان اذا حصل عندها مضاعفات ما تتوقفش عن استخدام، يبقى في حل لها. ده دور الدوله طبعا، ما نقدرش. لكن الناس كمان لازم تتبنى مفهوم الاسره الصغيره، يعني طفلين فقط،
اللي عنده ثلاثة خلاص ما يجيبش أكتر من كده، يكتفي بثلاثة، والمباعدة بين المواليد على الأقل سنتين عشان صحة الأم وصحة الطفل. فده دور طبعا. لكن كمان فين بقى الهيئات اللي كانت بتشتغل زمان واللي كانت بتوعي الناس؟ فهي مسؤولية مشتركة. فين دور الإعلام؟ طبعا الإعلام النهاردة بقى أصعب لأن في قنوات كثيرة إعلامية والناس أحيانا ما بتتفرجش على كل حاجة، وساعات الأولويات بتبقى مختلفة. أنا فأنا متفق مع حضرتك تماما، قضية الأمية لازم يكون في مشاركة مجتمعية ضخمة. لأنه مثلا ممكن طلبة الجامعة يلعبوا دور، لكن لازم نوجد لهم الجمعيات والتنظيمات اللي تشارك. فهنا برضو لازم ندي شوية مساحة للجمعيات الأهلية عشان تقدر تشتغل في محو الأمية مثلا. فالعملية دور مشترك ما بين الحكومة والشعب. أنا مش بقول إنه كل حاجة لازم تقوم بيها الحكومة، بالعكس لازم الناس مسؤولة عن حياتها وعن مستقبلها. يعني نشوف بقى الناس طالبة إيه من الحكومة في 2018. اللي محتاجين تواجهوا الحكومة السنة الجديدة أخطاء السنة اللي فاتت اللي احنا يعني نكاد نكون ما تعلمناش منها. الغلاء الحاجة الأسعار عمالة تزيد والمرتبات زي ما هي. النهاردة هتلاقي واحد بيتكلم ما بيقبض 3000 جنيه، أقول لك مش مكفيني، 4000 جنيه مش مكفيني. فالغلاء زي ما أنت ما بتغلي أظبط الأسعار عشان الناس تعرف تعيش. المشاريع الكبيرة اللي بتعملها الدولة والحكومة تظهر على الشعب شويه، لان الشعب يعني بيكد جامد جدا وامكانياته ضعيفه. انها تفضل متقدمه كده، تفضل على طول في استمرار هي في المشاريع دي كلها، وان شاء الله هنحس بيها بعد كده. السنه الجايه ربنا يكرمنا ان شاء الله وتبقى كويسه، والحكومه تقف معانا في ظهرنا والحال كله يتصلح. هو ده دكتور مجد استطلاع رأي كده على قدنا، على قد أدواتنا وإمكانياتنا. يعني متسق جدا مع الحاجات اللي احنا بنلاقيها. بس خليني بقى أسأل هنا عن الآلية. الفئات المستهدفة، وهل الآراء والنسب بتختلف من الريف للحضر، محافظات مختلفة، اللي هي الأولويات، المشاكل كل منطقة شايفها إزاي، ولا الكلام ده عام؟ يعني حول حضرتك حاجة، هو احنا اللي بنلمسه في كثير من النتائج الاختلاف حسب الفئة العمرية. يعني هناخد بنقسم الفئة العمرية لأقل من 30 سنة، احنا بنبتدي من 18 ل 30، وبعدين من 30 ل 50 وفوق ال 50. هناك طبعا تفاوت كبير ما بين الأقل عمرا والأكبر عمرا. ده واضح مثلا في الرضا عن المؤسسات. لصالح ايه بقى؟ يعني مثلا في الرضا عن المؤسسات زي مثلا مجلس النواب الى اخره. الاكبر اكثر رضا، الاصغر اقل رضا. في المطالب او التمنيات عاده الشباب بيبقى فرصه العمل هي بتيجي رقم واحد. الاكبر سنا ربما تكون الاسعار هم بيتكلموا عليها، مش بيتكلموا على فرص العمل، لانه في الغالب بيكونوا زي اللي بيشتغل خلاص، فمش فرص العمل ما هيش هي الهاجس الاول الا اذا كان بالنسبه لاولاده. فهناك اختلافات في المناطق الجغرافيه، في اختلافات. يعني مثلا احنا عاده بنبص للمدن الكبيره اللي هي القاهره واسكندريه ووجه بحري ووجه قبلي. في طبعا مش كل الاسئله بتبقى ماشيه في نفس النمط، لكن في بعض الاجابات اللي بتكون يعني مثلا الاحساس بالمشكله الاقتصاديه في المدن الكبيره بيكون اكبر، لانه يبدو انه في المناطق الريفيه او في المدن الصغيره الناس بتقدر انها تتاقلم مع ارتفاع الاسعار بطرق اخرى غير في الحضر. في الحضر الضغط بيكون اكبر. ربما يكون برضو المتطلبات بتاعت الناس في المناطق الحضرية بتكون أكتر، فمش قادرين يتخلوا عنها. ففي تنوع. أهم حاجة في استطلاعات الرأي العام أنه مش كل الناس بيبقى ليها نفس الرأي في أي قضية، بيبقى فيه تفاوتات، ولازم نعرف التفاوتات دي. والحقيقة مهم جدا أن الحكومة تنظر لهذه التفاوتات عشان تطلع رسائل ربما تكون رسائل نوعية تختلف من الأصغر سنا للأكبر سنا، من السكان الحضر وسكان الريف، من الذكور والإناث، من الطبقة الاجتماعية الطبقة الوسطى ولا الطبقة الأقل من المتوسط ولا الطبقة الأعلى متوسط. في تفاوتات كتيرة بتظهر في حاجات كتير. يعني ده اللي دايما بننادي بيه، أنه إيه أهمية هذه البحوث وهذه استطلاعات الرأي، مش بس تبقى للاستهلاك الإعلامي، لكن صانع قرار للحكومة بأي شكل تساعدها في تطوير لغة خطابها، في تسويق اللي بتقوم بيه، أو لو مشاكل هي محتاجة تتعامل معها إزاي، وشايفة المواطن شايفها بأي شكل. هنا توافر المعلومة، لأنه دايما أفتكر دكتور ماجد لما كنا بنتكلم مع حضرتك أنه
ساعات بيبقى فيه الإحجام أو التخوف، الناس مش ما بتقولش قوي كل اللي عندها، أظن ده ما بقاش موجود خلاص. يعني شوفي حضرتك، والنقطة التانية بتاعت إنه لا أعرف، عدم توافر المعلومة ده تحدي تاني. يعني بالنسبة لاستطلاعات الرأي بصفة عامة الناس بتستجيب لاستطلاعات الرأي، يعني بتقول رأيها. في بعض القضايا السياسية ربما بعض الناس بتتخوف إنها تتكلم فيها، ده وارد يعني. لكن بصفة عامة الناس بتقول رأيها. الحقيقة احنا بنحاول في بصيرة ان احنا دايما نطلع نتائجنا في الاعلام للناس كلها عشان الناس تحس انها لما بتشارك في استطلاع رأي هي بتعرف كلامها مسموع، النتيجة مسموع. وطبعا الموقع عندنا برضو عليه كل النتائج بحيث لو اي حد يحب يطلع على هذه النتائج يبقى يعني هو مش بناخد منه الرأي عشان نخبيه او نديه الخاص، احنا بنبعت كل نتائجنا للاعلام فقط. يعني ما بنبعتوش لأي جهة أخرى، والإعلام بيقوم بالدور إن هو بيعرضه. طب قول لي يا دكتور، يعني مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تبع مجلس الوزراء هو كمان بيعمل استطلاعات رأي؟ أي بيعمل استطلاعات، بيبقى بالتنسيق، ممكن نتعاون مع بعض، يعني الهدف واحد في الآخر ولا بيبقى حتة المصداقية؟ والله لا يعني طبعا هم مركز معلومات يعني مكان محترم جدا ويعني بيعمل شغل ممتاز كويس. وأكيد إن هو بيعمل استطلاعات رأي يعني للحكومة تستفيد منها. والحقيقة أنا بعتقد إن الحكومة محتاجة دايما استطلاع رأي، مركز استطلاع رأي يكون قريب لها، لأنه ممكن الحكومة تكون عايزة حاجة سريعة يعني ممكن قوي. وأنا مريت في لما كنت في مركز معلومات كان أحيانا رئيس الوزراء يبقى عايز حاجة بكرة، فالقطاع الخاص أو المراكز المستقلة مش هتقدر تلبي هذه الطلبات. فوجود مركز المعلومات وقيامه باستطلاعات رأي مهم جدا بالنسبة للحكومة، وأظن أكيد يعني الحكومة تستفيد منه في هذا المجال. والتنسيق يعني احنا بنستقش لانه ما بنعملش حاجه مشتركه يعني بالعكس، هو المفروض ان مراكز كل واحد يجتهد يعمل الحاجه اللي هو، وطبعا الادوار مختلفه يعني هم بيخدموا على مجلس الوزراء. انا بالنسبه لي في مركز بصيره احنا كمركز بنطلع الحاجه بنطلعها للوسائل الاعلام بشكل عام. كل سنه نفس العناوين نفس المواضيع او المحاور بتكونوا حريصين عليها ولا بمقتضى الحال يعني لا 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 مفيش تنسيق يعني في طبعا يعني هم كلهم اصدقائي وانا بعتز بقول على المركز دلوقتي بقول عن بصيره جوه مركز بصيره جوه بصيره يعني هل انا محتاج كل شهر، طب احنا بنتكلم على ان هو شهري، العنوان ده معايا الشهر ده في استراتيجيه طول السنه ولا يعني احنا عندنا حاجات ثابته بنكررها، في حاجات بتتكرر سنويا وفي حاجات بتتكرر كل شهر وفي حاجات بقى طبقا للاحداث، يعني تو ما بيبقى في حدث مهم قوي ان احنا نروح نسال عنه لان ده بيبين برضو يعني المزاج المصري، مزاج الشعب المصري شكله ايه. فانا بتكلم مثلا عن ان احنا عندنا استطلاعات ثابته كل سنه بنعملها عن راي المصريين في الدول المختلفه، بنعمل حاجات مثلا عن الملفات الرئيسيه مدى رضا عنها بنكررها مرتين في السنه، بنسال حاجات مثلا عن الرضا الناس على المحافظين بنكررها مره كل سنه. لكن الاستطلاع بتاع الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس النواب بنعمله كل شهر مثلا. وفي موضوعات بقى اللي بتظهر في يعني لما تحصل مثلا حادث ارهابي مثلا ممكن نعمل استطلاع راي، وقت تيران وصنافير عمل استطلاعات راي، وقت الكوره عمل الى اخره يعني. طيب لما نيجي نعد كده لساعات الراي بتاعت الاربع خمس سنين اللي فاتوا، مدى التطور او الاختلاف في المزاج المصري العام في تعامله مع التحديات والمشاكل، اصبح اقوى، تعايش معاها، تعامل معاها باي شكل؟ يعني انا هرجع مثلا لسنه 2014. 2014 كانت سنه حصل فيها تحول كبير جدا من انتهاء سنه الاخوان وبدايه يعني نظام سياسي جديد. اعتقد كان في قدر عالي جدا من التفاؤل الاقتصادي عند الناس، يعني كانوا كلهم لما سالنا السؤال تفتكر بعد خمس سنوات هيبقى حالتك الوضع الاقتصادي بتاعك احسن، كان في معظم الناس كانت شايفه انه في هيحدث انفراج اقتصادي. طبعا ده حاليا لا مش نفس درجه التفاؤل، وده طبعا نتيجه للظروف اللي مرت بيها مصر، السياحه متوقفه او يعني في توقف كبير فيها، الحوادث الارهابيه الى اخره. فالاقتصاد يمكن الاقتصاد المصري ما مشيش بالطريقه اللي كانت الناس تتمنى انها تشوفه، الناس كانت متوقعه ان هيحصل طفره اقتصاديه. الاحساس بالامن لا موجود يعني ماشي بشكل مستمر في الاحساس بالامن الشخصي يعني.
لانه كان الامن الشخصي قبل كده مهدد، يعني كان الناس بتبقى خايفه وهي بتمشي في الشارع بتقضي اغراضها الى اخره. ده انتهى. ففي يعني والحقيقه دي اهميه ان احنا نكرر القياسات دي، لانه المزاج العام بتاع المصريين وبتاع اي دوله اخرى بتاع اي شعب اخر بيختلف مع الوقت، يعني ممكن يختلف من 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 فتره لفتره نتيجه لاحداث معينه. لكن كمان التفاوتات اللي موجوده بين المصريين في المزاج العام ايضا مهمه. طيب دايما واحنا بنراقب برضو تطور يعني التعامل مع الملفات المختلفة والمزاج العام للمصريين، بيقابلنا علماء النفس والاجتماعي يقولوا انه الضغوط الشديدة وكأنها يعني انت كنت قافل وفجأة طلعت قدامك كلها يعني كل المشاكل، فعملت حاجة في سلوكيات المصريين وفي يعني المزاج العام بقى. فده برضو رصدتوه ازاي وصولا برضو للحظة دي؟ يعني هو يعني هو انا هقول يعني سؤال حضرتك بشكل مختلف، انه في مزاج عام لكن في ردود افعال. ردود الافعال ما بنقدرش نفهمها الا لو فهمنا التغيرات اللي بتحصل في المزاج العام. طيب يعني مثلا لو الناس كانت متضايقه قوي لموضوع معين، فيمكن لو تتبعنا المزاج العام شكله ايه والتطور اللي حصل فيه بيقدر يفسر لنا ردود الافعال دي بتحصل ازاي. فهو السلوكيات بتاعت الناس عادة ما بتبقاش لحظية، بتبقى في تراكم شوية لبعض الحين. طبعا في بعض الحين بتبقى لحظية، بس بصفة عامة بيبقى فيه تفسيرات كثيرة ممكن نحنا نرجع نبص على بعض المؤشرات ونقدر نفهمها. طيب حوادث العنف اللي بقت موجودة برضو في شوارعنا في مدارسنا، دي برضو حاجة ظاهرة، معرفش هل برضو كل حاجة بتتعاملوا معها ينفع نحن نطلق عليها ظاهرة ولا وفقا للأرقام والإحصائية؟ يعني هو شوفي حضرتك، هو لما يكون في أي موضوع عشان نطلق عليه ظاهرة، يعني في حاجات كتيرة في الفترة الأخيرة نطلع في الإعلام لك ظاهرة، يعني كلمة ظاهرة توصيف صح ولا غلط، محتاجة بعض التأصيل شوية، يعني محتاجة ان احنا نفهمها ونحطها في سياقها، لانه في بعض الاحيان بتبقى ردود افعال نتيجه لاحداث معينه، وفي بعض الاحيان بتكون يعني حاجه بتتراكم في 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 وجدان الناس وبتتحول الى سلوك معتاد وبيبقى متكرر وبيبقى بيتطور بشكل معين. فلازم نميز بين الاثنين. وطبعا يعني علماء الاجتماع وعلم النفس هم بيبقوا قادرين ان هم يحللوا هذه الظواهر بشكل اكبر، احنا بنحاول نوفر لهم الارقام ويمكن التحليلات بقى بتبقى طيب. واحنا بنتكلم دلوقتي على الشاشه المشروعات القوميه اللي قامت بيها الدوله المصريه في الفتره الاخيره، وارجع لانه اهميه وخطوره الملف الاقتصادي والخنقه والضغوط اللي احنا حاسين بيها الامل في هذه المشروعات وفي الشغل اللي يحصل على الارض. احساس المواطن بالمشروعات القوميه بترتيبها باولوياتها او ايه المطلوب حتى يعني ان هو يحصل من خلالها ايصالها للناس. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، انه في مشروعات بتبقى مشروعات متكرره في مناطق جغرافيه كثيره، فجزء كبير قوي من الناس بيبقى شايفها. زي مثلا الطرق، الطريق لما بيتمد من حته لحته بيمر على اكتر من محافظه، ناس كتير بتمشي عليه، حاجه ملموسه عليه، انا شايفه وبتعامل، ناس كتير بتشوفه وبتحس بيه، والاول كان عندها مثلا مشكله في الانتقال ما بقاش عندها مشكله في الانتقال. فدي مثلا دائما بتظهر عندنا في استطلاعات الراي انها حاجه ايجابيه. لكن لو اخذتي حضرتك مثلا مشروع المزارع السمكيه في كفر الشيخ، لما تفكري فيه اقتصاديا، كفر الشيخ دي من المحافظات الفقيره في شمال الدلتا، نتيجه لانه يعني ما عندهمش موارد كافيه. فلما اجي اعمل مشروع زي ده في منطقه فقيره، مؤكد الناس اللي عايشه في المنطقه هيشعروا باهميته، لكن مش بالضروره انه حد في محافظه ثانيه يذكر هذا المشروع لان هو مشروع مهم. بالرغم من المشاريع دي، لما بقول لك استزراع سمكي في اكتر من مكان بعد كده واللي حصل برضو في سيناء، ان ده علشان يوفر السمك باسعار مناسبه فتعم مع الكل، لكن لغايه لما ده يوصل لي انا مش حاسس الكل بقى هيحس لما يلاقي سعر السمك انخفض، لكن ما انخفضش مش حاجه. لكن الناس اللي عايشه في المنطقه هي اللي حاسه بشكل مباشر، لانها كمان هتشتغل فيه وبتاع، فهتشعر يعني شعورها هيكون اكبر من الناس اللي مش عايشه في نفس المنطقه. لكن يعني انا شايف المشروع ده بالذات يعني مشروع فيه يعني بينظر يعني بيربط تخصيص المشروعات بقضايا الفقر، ودي حاجه مهمه جدا، ان احنا لازم يبقى مشروعاتنا تدي اولويه في المناطق الفقيره اللي ما فيهاش فرص عمل وظروفها صعبه. واحنا عارفين طبعا منطقه كفر الشيخ دي بيحصل منها هجره خارجيه، هجره قصريه الى اخره، فعمل مشروع زي ده في هذه المحافظه
اعتقد انه فكره جيده جدا. طيب برضو نربط اللي احنا شايفينه دلوقتي على الشاشه، احنا بنتكلم ده سرادق العزاء طبعا على ضحايا احداث كنيسه ماري مينا بحلوان، واحنا ابتدينا حلقتنا دكتور ماجد بخطوره الارهاب ومدى وعي المصريين باللي بيحصل والتحدي طبعا اللي الكل بيتعامل معاه، كل المصريين مسلم مسيحي، الارهاب بيطال الجميع. هنا ارجع ويمكن في للمصادفه التطرف الديني، وإلى أي مدى ترى أن التطرف الديني يسبب مشكلة لمصر؟ ده كان محور برضو استطلاع رأي مهم حضراتكم قمتوا بيه، فعايز أعرف المواطن المصري اللي البعض عايز يزرع كده يقولك إيه مسلم مسيحي ومش عارفة إيه وكنيسة لا مسجد الكلام ده كله، المواطن اللي وتلقائيته زي ما شفناها في حلوان امبارح والناس وعملوا درع قدام المسجد قدام الكنيسة وإمام المسجد اللي في الميكروفون ساب شعار صلاة الجمعة وقعد ينادي الحق الكنيسة يا أهالي المنطقة. يعني أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا شخصيا كمواطن عادي ما بشوفش أنه النمط الرئيسي هو أنه في تفرقة بين المسلمين والمسيحيين، بالعكس الواحد بيشوف. أنا هقول لحضرتك مثال بسيط جدا، يعني أنا مثلا المسجد اللي بصلي فيه كل يوم جمعة في جنبه صيدلية، الصيدليه دي بيملكها طبيب يعني دكتور مسيحي. المرضى اللي بيروحوا، الفقراء اللي بيروحوا المسجد، هو عامل اتفاقيه مع المسجد ان هو بيوفر لهم الدواء، وبعدين لما حد يحب يتبرع يتبرع يغطي التكلفه. طب دي لحاجه، دي حاجه تلقائيه جدا وانا شفتها يعني بعيني وبشوفها كل اسبوع. يعني هذا الدكتور صاحب الاجزخانه مش ملزم يعمل كده، لكن دي تطوع. وبعدين المسلمين اللي في الجامع دول ما راحوش للكنيسه للصيدليه على الرصيف الثاني اللي هي صاحبها مسلم، راحوا لصاحبها مسيحي. فعايز اقول انه في علاقات يعني وثيقه جدا بيننا بغض النظر عن الدين. العمليات الارهابيه اللي بتحدث وعمليه هو في عمليات ارهابيه حصلت في المساجد كمان يعني مؤخرا في بئر العبد يعني. فعايز اقول انه لا، يعني النسيج العادي المواطن العادي المصري طول عمره الناس عايشة بطبيعتها، مصالحها بتحكمها ومشاعرها ربنا بتحكمها. يقينا جميعا شر الإرهاب ويجعلها سنة سعيدة علينا بإذن الله أي ما كانت الأحداث اللي ممكن تحصل، ونتوقع للأسف الشديد إن ده وارد، ده ممكن يكون، لكن بقوة المصريين وبإيمانهم بربنا إن شاء الله نعدي أي حاجة وحشة بإذن الله. بشكرك يا دكتور ماجد، كل سنة وحضرتك طيب، ومتشكرين جدا على الاستعداد، طيبين وسنة سعيدة على مصر إن شاء الله. معاك السنة الجاية إن شاء الله ونتابع مع حضرتك بكل تأكيد. شكرا جزيلا لحضرتك، بشكركم، وبكرة يوم جديد من آن اليوم، أشوفكم على كل خير بإذن الله تعالى.